يقول السائل: عندما أقوم بدعوة مشرك إلى الإسلام فإذا بدأت معه بالتوحيد، فهل أتدرج معه في بقية أمور الدين كالمنع من شرب الخمر والزنا، أم أتركه على حاله إلى أن يطمئن قلبه بالإسلام؟ تدرج معه، لا تنكر شربه للخمر وتسكت عن الشرك اللي عنده. ابدأ بالشرك ولا تنهاه عن الخمر حتى يستقيم على التوحيد. إذا استقام على التوحيد تدرج معه النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي. نعم، ابدأ بالأهم فالأهم. نعم.